هذا هو السلاح الفتاك الذي يعول عليه الجيش المغربي لصد أي عدوان على أجواءه. كشفت وكالة أنباء روسيا اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي الذي نصبتها القوات المسلحة الملكية لحماية التراب الوطني من أي عدوان جوي محتمل، وهي المنظومة التي تم اقتناؤها من الصين والمعروفة باسم سكاي دراغون. وفقا لذات المصدر نقلا عن منتدى القوات المسلحة الملكية، فإن الأمر يتعلق بمنظومة دفاعية مضادة للهجمات القوية وذات فعالية كبيرة في تدمير الأهداف المتحركة، وتعد أحدى تجيل من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي التي صنعتها شركة الدفاع الصينية نوري نيكو، وتتميز بمدى أقصى يبلغ 50 كيلومترا.